واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هذه رقم الآية كم؟ 27-28. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ياسين والقرآن الحكيم. أنا نقرا في مدرسة العاشور. شحال حافظ 30 حزب. هذه الطبعة شهدت مشاركة أكثر من 600 طفل عبر جميع ولايات الوطن الذين تباروا في التصفيات الأولى، أي حيث تم تأهل 149 طفل للدور التصفوي الثاني الذي تم تنظيمه بمقر وزارة التضامن الوطني، وأسفر على نجاح 12 طفل للتباري في الدور النهائي الذي تم تنظيمه في اليوم في هذا اليوم.